وعلى ذات السياق ما زال في المشهد بحضرموت قصص لم تكتب أسطورها الأخيرة بعد، ونأتي اليوم بما أثبته مجلس القيادة الرئاسي في شكله الحالي من عدم فعالية في معالجة التحديات المعقدة التي تواجه المحافظة، وكذا معالجة الوضع المزري الذي فاقمه الصراع السلطوي الراهن فيها. في التقرير التالي نستعرض الموقف الأخير لممثل حضرموت في المجلس الرئاسي النائب اللواء فرج البحسني حول ذلك. تركيبة الرئاسي وجدت لإنهاء الحرب الحوثية، لكن من الواضح أنها أعاقت قدرته على العمل كسلطة تنفيذية موحدة، مما أدى إلى اتهامات متبادلة ومواحكات داخلية بين أعضائه، حتى أن العليم ذاته لم يستطع منذ تنصيبه كرئيس للمجلس من وقت أي أزمة داخلية، ناهيك عن نشوب الأزمات من داخل أطراف المجلس ذاته، كما أنه لم يتمكن بعد من الوفاء بمسؤوليات الرئيسة وتصحيح أوجه القصور التي يعاني منها الرئاسي، وكل ذلك يراه مراقبون بأنه ألقى بظلاله على واقع المحافظات المحررة. ما يخص أزمة حضرموت على طاولة الرئاسي، ظهر للعلن وثيقة صادرة عن ممثل المحافظة في الرئاسي النائب فرج البحسني يعتذر عن حضور اجتماع مجلس القيادة لمناقشة الأزمة في حضرموت. وثيقة الاعتذار علل فيها النائب البحسني سبب عدم حضوره، وهي الأعذار الغير مبررة لرئيس مجلس القيادة بتأجيل موعد اجتماع المجلس من يوم لآخر، بداية من يوم الخميس المنصرم وصولا إلى تحديده في يوم الثلاثاء 17 من سبتمبر الجاري، وهو الاجتماع الذي من المفترض أن يقف على أزمة حضرموت رغم تأخره كثيرا بعد فشل اللجنة الرئاسية التي أعلن عنها العليمي مسبقا. يا عمر وأشتري وأن بيكون مخالفات تكون محافظة تحلونها لا تركبونها على الشعب هذا المظلوم. اجتماع الرئاسي هو ذاته الاجتماع الذي رفض رئيس حلف القبائل وكيل أول حضرموت الخوض في أي نقاشات مع أي وساطات حتى صدور نتائجه في موعد كان ما بين يومي السبت والأحد، وفق تصريح الوساطات الحضرمية التي تتضر بالمثل موقفا من رئيس الحلف بعد هذا التسويف الرئاسي، والذي يجعل من الحمل كبيرا على عاتق ممثل حضرموت في الرئاسي اللواء البحسني الذي لابد له أن يضع حضرموت وحقوقها ومطالب أبنائها بقوة على طاولة الرئاسي. الاجتماع الرئاسي المرتقب يأتي وسط سباق محموم واستقطابات واسعة بين المكونات السياسية والقبلية لكسب الولاءات أملا في الظفر بالتمثيل السياسي والموارد والنفوذ والسيطرة على ثروة حضرموت. وفي المحصلة فإن صراع قطبي السلطة المحلية في حضرموت يضعف جهود نيل الاستحقاقات المشروعة، وخاصة الملفات الخدمية التي لو وجدت موقفا موحد لأجبرت كل الأطراف المتحكمة بالمشهد على الانصياع.